محطتنا الأخيرة لليوم مليانة شو نور؟ طاقة إيجابية مع ضيفتنا لليوم ضمن رحلتنا الصباحية، رح نسلط فيها الضوء على ظاهرة اجتماعية تعد سلاح ذو حدين، فوجودها ضمن علاقاتنا الإنسانية بهددها لو تضمنت الحسد والمعيار الخفيف، قد تكون عامل تحفيز ودافع نحو الأفضل. نور، عم نحكي عن الغيرة بمعناها الإيجابي والسلبي، كيف بنتحكم بوجودها وبنعالجها من وجهة نظر علم الطاقة. موضوع حديثنا لليوم مع غالية بغدادي، خبيرة الطاقة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح سلمة. الطاقة الإيجابية حبيبتي، تسلمي لي. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نعرف يمكن مفهوم الغيرة، لأنه مفهوم الغيرة يختلف من شخص لآخر، يختلف بطريقة علاقاتنا الاجتماعية حتى كمان من شخص لآخر. فينا نقول تمام. هلا مثل ما حكينا بالبداية قلتوا هو سلاح ذو حدين، بالفعل هو سلاح ذو حدين. أول شيء بتحسي إنه هي الغيرة، في غيرة هي بتدفعك للأمام، يعني هي في غيرة التحفيز اللي هي إنه أنت بتتمني تكوني مثل الشخص، وفي الغيرة الثانية اللي هي غيرة المرضية إذا فينا نقول، أو غيرة الحسد اللي هي بتتمني الشيء اللي عند الشخص يكون إلك، إن كان من جمال أو صحة أو علم أو حتى شغلات، مثلا سيارة أو بيت، بتقولي يا ريت هو ما عنده، يا ريت أنا عنديها. فهي الغيرة بتنقسم لشقين، يعني غيرة بتحفز وغيرة لا هي ضرر ولازم تتعالج أكيد. طيب غالية، يعني بعلم الطاقة معروف، نحن حكينا سابقا قديش يمكن كل عضو بالجسم له طاقته. العين لها تردد كتير قوي، وبيقولوا العين بتاخد حقها بأمثالنا الشعبية. خلينا نحكي عن هذا الشيء، كيف ممكن نعالجها بعلم الطاقة؟ تمام. هلا أكيد الحسد والعين، يعني هي أكيد شغلة معروفة، يعني ما فينا نحكي عنها أو نلغيها أكيد. يعني الأشخاص فورا بيحسوا، يعني مجرد ما بتكوني بمكان انت بتلقطي عين او بتاخدي عين، فورا انت بتحسي اذا كنتي انت عن جد واعيه لجسدك. كيف يعني واعيه لجسدك؟ يعني انت قاعد قدامك شخص، اذا انت شوي عملتي انك انت مالك سمعاني حدا، بس واعيه لجسدك، بتحسي انه في مثل اسهم عم تتجه حواليكي، وهي الاسهم عم تخترق حتى حالتك، لدرجه انك انت بس تقومي من هذا المكان بتقولي عن جد تعبت، ما صدقت ايمتى قمت، جسمي وجعني. بالفعل هذا الشخص بيكون عم يعطيكي طاقه سلبيه، وعدا عن هذا الشيء كمان بيكون العين بتاثر من طريقه نظره الشخص، حتى هو عم بيطلع فيكي بتبين ان كان النظره يلي هي عن جد حب، يلي هي عن جد عم تدفعك للامام، او حتى هي نظره الحسد. يعني الحاسد ما فينه يخبي، ببين حتى ولو بكلمه، قد ما بين انه هو محب لك ببين انه من كلمه معينه يمكن لك اياها. يعني مثلا يمكن لك انت كثير حلوه نور، بس يعني ما بعرف لو مالك عامله هيك او لو مالك مساوي، يعني ببين انه لازم يطلع شيء ينقدك فيه. لو كنت انت كامله ما في عندك شيء ينتقد، خلص لازم يطلع شيء، هذا دليل الحسد. ونحن على طول للاسف بمجتمعنا اي شخص ناجح على طول لازم ينزلوا من طاقته، ولازم على طول يحاكوا اول شيء، يعني يكسروا من الطاقه هي الايجابيه اللي عنده حتى يضروه، لان مجرد ما انت حكيتي اي كلمه سلبيه هذا الشخص حتتاثر طاقته. تمام. يعني فهذا كله بيعمل تاثير عليه، وبالفعل هذا يعني بيصير حتى حسد، يعني من كثر الشخص ما عم ينقد ببين انه هذا نوع من الحسد، هو حاسدك على الشيء اللي انت عندك. ويمكن هي شائعه كثير كمان بمجتمعنا بشكل كثير كبير، بس يمكن احيانا في اشخاص ما بتملك على نفسها، يعني دائما بيكون عندك حدا بالعيله انه فلان بيحسد، فلان اذا فات على البيت ممكن يصير شيء. ليه؟ يعني فينا نقول انه في اشخاص بتقلك انا ما بملك على حالي، يعني انا بشوف هالشخص بقول انه واو شو حلو، او شيء معين بينحسد عليه من خلال نظرته. تماما. هلا نحن عندنا مشكله هون انه نحن ما بنسمي على حالنا. يعني نحن ما بنقول مثلا هلا انت اذا طلعتي على المرايه لقيتي حالك كثير حلوه ما بتقولي ما شاء الله. يعني نحن المفروض التحصين الاساسي يكون نحن من حالنا، ما نستنى حدا يقول. نحن على طول بنستنى الاشخاص يقولوا يي ما شاء الله سلمى شو طالعه حلوه، لا سلمى هي على طول حلوه، فشو بتقول؟ بس توقف على المرايه تقول ما شاء الله. يعني تحكي هي عن حالها. هلا الاشخاص عن جد يلي بيحسدوا بيكونوا عن جد ببينوا، بالفعل بيكونوا مثل ما حكيتي نور معروفين بالعيله، يعني بتعرفي انت لانه بيصير عندك قصص معينه، يعني بتكوني حاطه شيء بيقلب، او بتكوني عم تحكي موضوع بتحسي في ناس، وعن جد هي الشغله حتى في ناس مو بايدها، يعني موجودة على تمام، يعني مو بايدها هالقصه، يعني لدرجه حامله كاسه، حامله شيء بتطق بايدك ومزبوط هذا الحكي، وعن جد بيكون مو بايدها، بس بدها تخفف هذا الشيء. يعني هي مجرد هلا هدول الاشخاص بيكون عندهم هي قصه الحسد، بس ما بيكونوا عندهم قصه التسمية انه بسم الله ما شاء الله. هلا يعني هذا ما بيخفف. في ناس ممكن هلا تسمعنا تقول
نقول انه خزعبلات او شيء، بس هذا الشيء مذكور في القران أكيد. لما نقول من شر حاسد اذا حسد، اذا حسد اكيد طبعا. هلا نحن اهم شغله حمام الملح. هلا حمام الملح لما انت بتتحممي بالملح بتكسري 90% من طاقه الحسد والعين. لما انت بتبخري بيتك يعني بتعملي هالتبخير او حتى بتنظفي بيتك بالملح كمان بتخففي 90% من الطاقات الموجوده عندك. نحن اذا بدنا نحكي بدنا نقول اذا الناس مثلا مثل ما عم تحكي نور يقولوا انه خزعبلات او شيء، نحن بنقول طاقه سلبيه. هي اكيد الحسد نوع من الطاقات السلبيه طبعا، طاقه العين تمام، بس هو اهم شيء انه انا ما اتمنى الشيء اللي عند غيري يكون الي. يعني هون انا فتت بحاله مرضيه عن جد قويه. يعني فرضا هلا انا بحب سلمى كثير، انا سلمى هي حافز لي مثلا، انا بتعلم منها بشوف نجاحها بشوف هيك بشوف كيف بدي بتمنى اكون مثلها، بس ما بتمنى الشيء اللي عندها مثلا اخده، او ما بتمنى مثلا اقول لا انا لازم اعمل قصص ولازم شغلات حتى اكون مكان سلمى. وللاسف هي عم نلاقيها كثير بشكل كثير كبير تماما، يعني محاربه بالعمل، محاربه باي مكان بتكوني انت انه لا لازم اعمل انا اي شيء حتى هي تصفى برا وانا اخذ مكانها. والله هي الامور سهله كثير، يعني احنا دائما بنقول الامور كثير سهله، ما في حدا بياخذ محل حدا، دائما في مجال كتير كبير لكل انسان يثبت نفسه. هاي القناعه من الداخل اذا قدر الشخص يوصل لها يمكن بيرتاح. هون بنقدر نحكي شوي عن الراحه النفسيه. في اشخاص يمكن بيكونوا قلقين بحياتهم، عندهم عدم ارتياح، هذا الشيء بيخليهم يطلعوا دائما للي برا ما يشوفوا اللي عندهم. قد ايه يمكن هذا النوع ممكن يخفف حدية هاي الغيرة المرضية عندهم إذا نحن شوي رجعناهم لزواتهم ليحاوروا نفسهم يشوفوا الله شو عاطيهم؟ صحيح. هلا هو أساس الغيرة تجي هذا الموضوع، لما الشخص على طول بينتقد حاله، لما الشخص بيكون مو مقتنع بالشيء اللي موجود عنده تماما. بيضل أنا بدي أنا بدي. طب نحن مشكلتنا بالحياة لا بنشكر كثير ما بنقول الحمد ولا لله ولا بنشوف شو الله عاطينا، وما بنشوف شو الله عاطينا تمام سلمى. يعني على طول بنطلع على الشيء المفقود ما بنطلع على الشيء الموجود. يمكن أنا ما أطلع على الشيء الموجود كثير بنبسط، بلاقي عندي شغلات حدا تاني ما عنده اياها فبكون مبسوطه فيها. بس للاسف نحن لا، على طول بنجلد ذاتنا وبننقد حالنا وعلى طول بنتمنى الشيء اللي عند غيرنا يكون لنا، وهي اكبر حاله مرضيه او اكبر طاقه سلبيه. وهي بترجع للبيئه الإنسان. يمكن بترجع للبيئه اللي المحيط اللي بيعيش فيه الشخص. يمكن تماما. لما تشوفي شخص غير متحفز الشيء تماما صحيح تماما، يعني بس حسب الترباية حتى، يعني بتشوفي اشخاص مستواهم المعيشي جدا عادي بس تربايتهم معلمتهم انه هذا الشيء جميل بنحمد الله كل يوم. صحيح. ما بنطلع على الشيء الثاني عند الغير. هي بترجع كمان للبيئه المحيطه، للتربايه وللايمان الداخلي اللي بيكون عندنا من احنا وصغار. فينا نقول مزبوط صحيح. هي بتجي من الاهل، بس كمان نحن هلا بوقت نحن كل شيء صار متاح، يعني العلم، وسائل السوشيال ميديا كلها موجوده، صار فينا نتعلم. يعني اذا اي شخص عنده اي مشكله فينا يعرفها، فينا بينه وبين حاله يقول ليش انا هيك، ليش انا بتمنى الشيء اللي عند غيري، يفتح ويشوف. مع انه هي اصعب شيء غاليه انك تقولي لشخص انه تواجهي بحقيقه شيء معين، او انه شخص يوصل لمرحله انه يواجه نفسه باخطائه، هي من اصعب شيء تماما. بس هي يمكن الحل الوحيد، لانه هو بيكون عم بيواجه حاله بحاله ولحاله، يعني بدون ما حدا يعرف شو السلبيات اللي عنده. يعني نحن اذا كل يوم بنقعد ولو 10 دقائق لحالنا بنفكر بس شو عملنا بالنهار، شو حكينا مع العالم، انا شو تمنيت لغيري، انا شو عملت لغيري، هون انت بتكوني بالفعل. واكتبيهم على ورقه، شوفي ايجابياتك وشوفي سلبياتك وانت قيمي حالك. هي بتكوني انت لحالك، ما حدا معك ولا حدا عم يشوفك مشان ما تنزعجي، وانت قيمي حالك. حتلاقي الامور كثير بسيطه وحتخف هالقصص اللي عندي. طيب غاليه، خلينا نحكي مثلا عن الغيره مثلا كمان بين الاخوات. يعني دائما بنشوف في غيره عند الاهل انه ماما بتدلل هاد، لا بتدلل هاد، والغيره عند كمان الاحباء فينا نقول، يعني غيره الحبيب بيقولوا لك عقدة الوسط كمان بالاخ نصان. انا لاني صغير هيك، انا لاني كبير علي كمان. تمام. هلا بين الاخوات عن جد هو هون بيكون الغلط من الاهل، يعني من الام أنا والاب. انا احس احيانا الغيره جميله، يعني مو حسب انت كيف بتكون هي. تمام. بس ما تزيد عن حدها. يعني في ناس مثلا بيقولوا لك انه هي بنتي الحلوه، بيكون مثلا عندها 3 بنات او هي بنتي الحلوه، او اذا بدها تروح لقرنا لا انا بدي اخذ هالبنت. طب هلا هي البنت اللي طلعت فيها بالدنيا. تماما. يعني هي القصه اكيد غلط. لا انا بعامل اولادي كلهم نفس الشيء، ان كانوا سواء شباب او بنات. مثلا في ناس بتميز مثلا عندها
ولد طلع مثلا دكتور مهندس او اي شيء، هذا ابني الدكتور، هذا ابني كذا، وبينسوا باقي الاولاد، يعني بيصيروا ما بينذكروا كثير. هي اكيد بتاثر سلبيا على الشخص، وخصوص اذا نحن بلشنا فيها هاي القصه بالذات من الصغر. يعني في ناس من الصغر بتبلش انه هذا الولد مميز، لدرجه انه بيكبروا الاولاد بحسوا حالهم انه بتصير في عداوه، وهي نحن بنكون خلقناها بين الاولاد. يعني بتحسي انه بتبلش يصير في عداوات، وعن جد انه بيقول لك كانت ماما تحب اختي اكثر، كانت ماما مثلا تحب اخي اكثر، يدللوا الشغله الظريفه لإلهم. هلا بتحسي هيك، فهذا الشيء عن جد بيعمل على الكبر، بتحسي بيصير في نفور بين الاخوات. هلا نحن في شغله هون بدنا نعرفها، الام على طول في عندها عاطفه القلب عندها، هلا بتضل مثلا الولد مثلا المريض او المسافر، شيء طبيعي انها تحن عليه اكثر من العادي، وهي حاله عاديه، يعني ما لازم ننتقدها او ما لازم نحملها نقطه. ف يعني كمان نحن بدنا نمشي امورنا، نحن المشكله قاعدين بوقتنا صرنا انه بس للنقد، كل واحد قاعد لينقد الثاني حتى بقلب بيته، مثل ما حكيتي ام لاولادها او ولد لامه، يعني هذا بشع. يعني لما تلاقي انت مثلا عندك انجازات كثير مهمه بالحياه ويجي ينقدك على شيء معين، انا بقول يمكن الاشياء المنيحه هي بتغض نظر عن الاشياء السيئه الموجوده بحياتك اللي بتعمليها. ففعلا المحيط صار بينقد اي شيء، يعني مثل ما قلتي ممكن تكون صبيه جميله انه كثير طالعه حلوه، بس لو انت اخذ اللون الثاني بيلبق لك اكثر. طب ليش ما انا بغير الجمله بقول لها طالعه اليوم جميله غير العاده، مو طبعا. لو انت اخترتي اللون بيلبق، يعني يمكن نور المشكله بالكلام. نحن نص مشاكلنا بالحياه العلاقه بالكلام، صحيح. يعني ما بنركز على الافعال، ما بنشوف انه هذا الشخص ممكن مبتسم لي، لا بنشوف انه شو قال، شو حكى، شو عمل. يعني حتى بعلاقتنا مع اهلنا انه ماما نادت فلانه اكثر من فلانه، علما انه ممكن هي من جواتها تكون عامله شغلات لهذاك الشخص اكثر من الاخ اللي عم بتدلله بالكلام. شغله كثير مهمه انه الكلمه لها تردد، يعني الكلمة إلى تردد. لما أنت بتعطي حب حيرجع لك حب، مثل ما بتبعتي الكون صدى، مثل ما بترسلي رح يرجع لك. أعطي حب وتفاؤل للعالم، وعلى طول مدحيهم، أكيد المدح الإيجابي اللي بيكون مو المدح يلي زيادة عن اللزوم اللي أنا بس عم بعمله مثل البالون، أكيد لا حيرجع لك هذا الشيء. أما أنت طول مالك أنت عم تنقدي الناس وهذا مو منيح، ويا ريت هذا اللي عندي عنده، ويا ريت كذا، كمان حترجع لك هي الطاقة السلبية، لأنه الكون صدى والدنيا دوارة، يعني مثل ما بترسلي رح يرجع لك. أكيد أكيد بدنا نتشكرك الدكتورة غالية بغدادي على الطاقة الإيجابية اللي منحتين لإياها، ويمكن هذا الشيء بيرجع على الحالة النفسية، الإيمان الداخلي هو أهم شيء للإنسان. شكرا كثير لك حبيبتي. تسلمي. شكرا لك غالية كثير على وجودك معنا وعلى شوية هالحكي اللي يمكن يغيروا شوي من نظرة الناس، بنتمنى هذا الشيء أكيد. شكرا كثير لك حبيبتي. تسلمي.